أكثر من مجرد فصل للاصطياف والاستجمام، فالصيف فرصة جيدة لامتهان أعمال تدر مصروفاً يسد الحاجيات. هو ما يراه محمد وسخر من أجله جهده ووقته الذي يقضيه بين طاولات المصطافين حاملاً صينية الفطائر أو ما يسمى ليبيني. اللي نخدم في الصيف ليبيني وفي الشتاء نقرأ. صيف نخدم نافيقي من النوم بعد بشوين نشري حوايج تاع القرايه وحوايج تاع العيد ودوزان تاع القرايه وخلاص. ملي كان عندي 7 سنين وانا نخدم هكذا ليبيني، دائما نخدم ليبيني في الصيف. ماشي عندك 8 سنين؟ ايه 8 سنين وانا نخدم ليبيني. شغل ما نشقيش باب نقولوا اعطيني نشري الدوزان منا، نخدم انا نشري الدوزان تاع القرايه كله. مليح نصور مصيريفه تاعي نخدم باركه وخلاص. في نفس الشاطئ قابلنا الكثير من ممتهني المهن الصيفيه على غرار ادم الذي اختار كراء الطاولات والكراسي للمصطافين. هنايا كيما رانا الخدامين قاع يقراو، يعني نقراو قاع، ومن بعد كي نكملوا القرايه نجوا للصيف هنايا نقعدوا هنا توجور، شاك جور هنايا. يعني نشيلوا طواب بالكراسه باراسولات وبدون نسترزقوا على روحنا. ولا فامي اللي ما عندوش نعاونوه، واللي عنده رانا نحطوه، واللي يجيب حوايجو يجيب دوزانو في اي بلاصه يحب يريح يريح. شاك جور هكذا كاين اللي يخدموا ليبيني هنايا مرحبا بهم، كاين اللي بيدالو. هو نفس المكان، هناك من قصده للاسترخاء والاستجمام ومن قصده للعمل والاسترزاق.